السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعودنا كتير في جميع حلقاتنا نقول أهلا ومرحبا بكم أعزائي وأحبابي مشاهدي برنامج عيون الحقيقة، وتعودنا إن احنا في آخر الحلقات نقوله انتظرونا. النهاردة وفي الحلقة دي بالذات عايز أقول لكم إن احنا اللي منتظرينكم، احنا اللي سعداء جدا جدا ومستنيينكم، مستنيين جميع مشاهدي برنامج عيون الحقيقة وجميع محبي قناة الصحة والجمال، مستنيينكم عشان نقول لكم ايه رأيكم في اللي هنعرضوه النهاردة. ايه رأيكم النهاردة في مدام كوثر محمد عابد رئيس مجلس إدارة جمعية التقوى والإيمان، واللي هتشرحه لينا سواء كانت شكوى أو كان طلب من المسؤولين من الشركات. هنسمع برضو النهاردة ونشوف فنان جميل مسحراتي شبرا وفناننا الجميل السيد الطيب. وأول ما هنبدأ النهاردة هنبدأ بالأول نحيي مدام كوثر محمد العابد. أهلا وسهلا بك يا فنان. أهلا وسهلا بك. جمعية التقوى المكان بتاعها فين؟ أنا الفيوم مركز يوسف الصديق قرية حنا حبيب. عايز النهاردة أقول لك إن برنامج عيون الحقيقة وقناة الصحة وجمال مش هتساعدك، لا هتساعد جميع الناس اللي زيك. يعني احنا مبسوطين جدا جدا بالامثلة الجميلة اللي زي حضرتك، بس طبعا بدل ما انا اتكلم واقول انت عملت ايه، لا انا عايزك تقولي للسادة المشاهدين انت بدأت ازاي ووصلت لغاية فين وايه طلبك. انا طلبي بسيط جدا، ان انا عايزة اكبر مشروعي. لا ايه مشروعك الاول؟ مشروعي ان انا بدات الاول، انا اسست جمعيه تقوى الايمان، بدات بيها انا اسست حضانه، وبعد ما اسست الحضانه الحمد لله نجحت وبقت تمام وشغاله. لكن انا بادئه في قريه بسيطه. قريه ايه؟ قريه حنا حبيب. فين؟ في مركز يوسف الصديق. البلد وحده الفيوم. هي قريه حنا حبيب تبع محافظه الفيوم. الفيوم مركز يوسف الصديق. عملت مشروع؟ انا بدات جت فكره في دماغي ان انا اعمل مشروع خياطه علشان اهل بلدي او ستات اهل بلدي. بدات جبت 10 مكن، حد ساعدني جبت 10 مكن خياطه وبدات بيهم واشتغلت. لكن انا عايزه يعني يمكن اللي حضرتك قلتيه او اللي انت حضرتك انتجتيه يمكن بينعرض على الشاشه دلوقتي للساده المشاهدين وشايفينه حاليا على الشاشه، انك انت عملتي ملابس. عملت ملابس وعملت ستاير. وعملت ستاير. عملت ملايات سراير وكل ده، بس انا بدات ان انا برضو عايزه. معانا الصور دلوقتي موجوده على الشاشه طبعا، وهنشوف طبعا الجمعيه واللي عملته مدام كوثر. عملت ايه تاني حضرتك؟ عندي برضو مشغل سجاد يدوي، يعني انا حاليا عندي حوالي من 30 لا يقل عن 30 عدد اللي هم شغالين. لكن انا برضو بعاني ان انا لما باجي اجيب المنتج بتعب. انا دلوقتي عايزه حد، مش انا مش عايزه حد يساعدني كنفسي، لا انا يعني حضرتك عندك المكان. انا عندي المكان وعندي المكان وعندك العماله. عندي وبتنتجي. دربتهم على كل حاجه، على البنطلون، دربتهم على تيشيرت، دربتهم على استطاره، دربتهم على كل الشغل. لكن انا عايزه المصانع، الشركات، كل الناس اللي هي سامعانا مش بنشحت منهم او بنقول ان احنا عايزين حاجه لله. كنت حضرتك بدات بكم مكان الاول؟ انا بدات ب 10. وحاليا؟ حاليا عندي 15 او يعني اكتر، يعني في اتنين عطلانين. يعني عندي 15 شغالين حاليا. 17. التمويل بتاعك او انا جبت كان مين؟ جبت كارد من البنك. كارد. واشتغلت. يعني نقوله المشروعات الصغيرة وشتغلت. من الدولة ساعدتك؟ لا انا جبت كارد من جمعية اسمها جمعية تنمية المشروعات الصغيرة. تمام. يعني حضرتك جبت كارد وبدأت ب 10 مكنات، النهارده عندك 17 مكنة. ما شاء الله. وبدأت وعندك العمالة وعندك المنتج. ولك انت عندك حوالي كم عاملة او كم عامل؟ هما بالنسبة للسجاد اليدوي والخياطة 30. اجمالي كام كله؟ 30 30 شغالين 30. وبتنتجي، ولكن انت عايزه من المسؤولين او عايزه من بعض الشركات ان هم يتابعوكي او ياخدوا منك؟ ودربتهم على يد القوى العامله، يعني ما دربتهمش تدريب عادي. انا طلبت من القوى العامله ودربت للبنات، يعني ممتازين، مش تدريب عادي. تمام. لا تدريب قوى عامله. انت حاليا دلوقتي الانتاج اللي بيطلع ازاي؟ بيروح فين؟ انا حاليا من ساعه الكورونا لسه ما اشتغلناش، يعني احنا دلوقتي بنناشد عايزين نشتغل. قبل الكورونا؟
لا قبل الكورونا كنا بنسوق يعني حاجات، بنشتغل على قدنا، بنسوق للناس، وكان الحاجات اللي بتبقى في حاجات كنت بوزعها على الايتام. يعني انت كنت بتوزع الاول المنتج بتاعك على كاهالي. ولكن النهارده طلبك انك انت عايزه اكبر الشغل عشان عشان اهل بلدي. المسؤول او بعض الشركات تتولى الامر عشان تاخد المنتج بتاعك. عشان انا عايزه اكبر المشروع لاهل بلدي، عايزه اخلي بلدي زي كل البلاد، تبقى احسن بلد. يعني في ناس كتيره ساندتني من البلد، بس على قد ما يقدر اخواتي ساعدوني. لا احنا بنقول احنا اخواتك ماشي، يعني انت عايز دلوقتي عايزين نكبر المشروع من خلال رجال الاعمال، من خلال تشجيع الدوله ليكي. ان احنا النهارده بنقول كدوله، احنا النهارده كمثل جميل جاب 10 مكانات، النهارده بقى 17 مع 30 حد بنت وولد شغالين بننتج، ولكن بتطلبي ان يكون معاه حد من المسؤولين او يكون معاه حد من الشركات يتولى او يكون تحت رعايه هذا المشروع، يعني الانتاج ده يطلع بدل ما بتطلع مثلا كميه 100 هي عايزه تطلع 1000. وطبعا المنتج اللي الشركه هتطلبه هي هتطلعه بنفس المقاييس اللي هي هتطلبه. ويعني عايزين برضك يكون في تشجيع يا جماعه، يعني احنا النهارده عندنا شباب كتير نفس الحالات ديت، عندنا شباب ويمكن بنولي اللي زي مدام كوثر انها ست وبدأت تعمل مشروع ومعاها 30 حد رجال الاستثمار والدولة، عايزين تشجيع للناس اللي زادت. احنا الحمد لله يمكن الدولة بتشجع الاستثمار والمشاريع الصغيرة، والنهاردة الدولة يعني مراعية الناس دي كويس جدا جدا. واحنا مش عايزين نقوله شكرا لمين، ولكن هو فعلا شكرا للسيد عبد الفتاح السيسي ان هو عمل لنا حاجة اسمها المشروعات الصغيرة او مشروعات من منتهية الصغر ديت. يمكن كان عامل لغايه حد قال 150,000 جنيه، كان صح طبعا كده؟ طبعا الناس الشباب كلها اللي زي مدام كوثر ديت راحت وخدت المشاريع ديت، وشكرا للدوله وشكرا للمسؤولين وشكرا للسيد عبد الفتاح السيسي ان هو بيرعانا بحاجه زي كده. ولكن احنا بنطلب من الشركات بقى، من رجال الاعمال، من النائب والبرلمان، بنقول له يعني تابعونا بقى، تابعوا حاله زي ديت، تابعوا مشروع زي ده. ده منتج، احنا مش عايزين منكم حاجه. الست النهارده مش طالبه مساعده، يعني مش طالبه مساعده ماديه، هي طالبه ان حد يرعى المشروع بتاعها اللي هو شغال ويطلب الانتاج اللي هو عايزه. يعني انت عايز منتج مثلا كذا، ستاره، بنطلون، قميص، هي عندها استعداد. طبعا طلب مش كبير طبعا، يعني احنا يعني تشجيع يا جماعه، احنا عايزين تشجيع، عايزين تشجيع، مش عايزين نقوله للمواهب. لا ده احنا عايزين للمواهب، عايزين لاصحاب المشاريع اللي هي معاها 30 حد فاتح بيت، واحده فاتحه 30 بيت ومش طالبه مساعده ولا طالبه اي حاجه من حد، بتقول شكر للدوله وتقول شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقول شكر لكل اللي ساعدوها، تقول شكرا لاهلها واهل منطقتها واهل بلدها. بس طالبه فين النائب البرلمان، فين الشركات الخاصه، فين المسؤولين ان هم يرعوا حاجه زي كده؟ حاجه قدام منكم يا جماعه، ولا تلفهم ولا هتروح ولا تيجوا. ايه طلب التاني يا مدام كوثر؟ انا ما عنديش طلب اكتر من ان انا اكبر المشروع واشغل اهل بلدي. انا نفسي اعمل حاجه حلوه لبلدي بس. طيب ايه اكتر حاجه إيه؟ عندي اكتر حاجه ان انا بفكر فيها ان انا نفسي بلدي دي تبقى احسن بلد. في حاجات كتيره ناقصه بلدي، فانا نفسي اعملها. والله انا شخصيا سعيد بيكي جدا والله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من بات كلم من عمل يديه بات مغفورا له. دي ست معاها 30 حد بعمل ايديهم بينتجوا ومش طالبه مساعدات ولا طالبه اي حاجه. انا اتفاجئت النهارده بيها والله. يمكن حاليا لسه اول مره اسمعها، انا مفكره جايه تطلب مساعدات، انما جايه بتقول لا شكرا للدوله وشكرا للمسؤولين، ولكن عايزه بعض الشركات الخاصة وبعض النواب بعض المسؤولين يراعوا حالتها. أنا النهاردة بقول لك، أنا اللي بقول لك شكرا، وأنا بقول لك أوعدك إن من خلال البرنامج من خلال قناة الصحة وجمال هنعرض مشكلتك النهاردة، وهتنعرض تاني، هتبقى لها إعادة برضك تاني، وإن شاء الله هتبقى على صفحات الفيسبوك، وهنتابع مع مسؤولين ومع شركات، أوعدك بالكلام ده. والنهاردة برضك عايز أقول لك إن مش هقول لك شكرا، لا هقول لك خليكي معانا، هسمعك حاجة جميلة
يمكن انا سعيد جدا جدا لما سمعت صوتها، برضك هدية لجميع السادة المشاهدين وهدية مني ليك النهاردة. عايز اقول فنان جميل مسحراتي شبرا، هو اطلق عليه مسحرات الغلابة او فنان الغلابة، احنا عايزين نقولهم ان من صوت خلال صوته وعلى صفحات الفيسبوك واليوتيوب لفت نظرنا. وعايز اقول ان حاجة تانية لفتت نظري لما لقيته في مشكلة بينه وبين احدى الفنانين من غير ذكر اسماء، فكلمته قال لي لا انا كده كده بحترم الجميع ولكن غاضب جدا من الاسلوب. مين هو الفنان ومين اللي ذاع صيته في شبرا في المحروسة؟ خليكم معانا نرحب بضيفنا الفنان الجميل مسحراتي بدرجة فنان، الفنان سيد محمد أحمد محمود ابن المحروسة مدينة شبرا. أهلا وسهلا. عايز النهاردة أقول لك مش صوتك جميل، لا أنا عايز أقول الأول يعني إيه مسحراتي، يعني ليه خدت لقب مسحراتي؟ هل أنت فعلا مسحراتي ولا دي لقب؟ هو قبل أي حاجة طبعا بشكر حضرتك وبشكر طبعا البرنامج. هو أنا أصلا مسحراتي، يعني جدي ووالدي وجدي جدي مسحراتي، فدي شغلانتي يعني ما بستعرش منها ولا حاجه. ف لا احنا ما قلناش بتستعر. لا في المسحرات، انت تعرف الاول المسحرات ديت يعني ايه؟ يعني المسحرات دي بدا بها مين اصلا؟ يعني اول فنانين مصر اللي بداوا بكلمه مسحرات دي كان اسماعيل ياسين، وكان معاه الطفل في الوقت ده. أيوة. الفنان هاني شاكر. أيوة. وبعدين الفنان محمود كارم، وبعد كده الفنان ايمان البحر درويش، محمد فوزي، كارم محمود، والاخر خالص كان الفنان الجميل سيد مكاوش. مظبوط. فما تقولش بستعار، ده احنا بنحبوها اصلا حبيبي. اتفضل. فبدايه مسحراتي ان انا كان امه كانوا معتبرين ان انا عامل كاركتر، انا ما بعملش كاركتر، لا انا اصلا مسحراتي، انا بمشي في الشارع ومسحراتي زي اي حد بيمشي في الشارع عادي. لا يعني كان الكاركتر من هنا بتاعك من ايه؟ هنا الكاركتر بتاعك ايه؟ كان ايه؟ كان مختلف عن المسحرات اللي احنا بنشوفوه وعارفينه، ولا هو المسحرات؟ هو الطبله والجلابيه منشوره كمان على السوشيال ميديا، الجلابيه والصوره والطبله والكلام ده. كان عباره عن ايه؟ اغنيه وانت بتمشي بتلف كده اغنيه؟ هو انا كنت ماشي، ولا كانت حاجه معينه؟ لا هو انا كنت ماشي في شوارع شبرا، ففي ولد صغير قابلني بيقول لي انا سمعت يا عمو ان صوتك حلو، فبقول له امرني يا حبيبي، طب انت عايز ايه؟ قال لي انا عايزك تغني لي. فانا قلت له عينيا اللي انت عايزه، فوقفت غنيت له. فالحمد لله من هنا ابتدت المغامره بقى من مسحراتي وصوتها حلو. احنا اتعودنا على حاجه جميله كده من مسحراتي، يمكن ان شاء الله هيدوم معانا طول عمره، ان رغم ان احنا في منبهات وفي حاجات وسائل كتيره جدا تكنولوجيا بان احنا نصحى. أيوة. ولكن برضه ما نستغناش عن مسحراتي، والناس تبقى واقفه في الشباك والاولاد بتقول ايه؟ كنت بتقول ايه مثلا؟ انا يعني انا كنت بقول يعني هم يعني على مدار هم كانوا بيسمعوني بكلمتين، وحدوا الله يا عباد الله. وحدوا الله؟ وحدوا الله يا عباد الله. فدي كانت بقولها في الشارع بتسمع لاخر دور. اسمع بسرعه كده ايه؟ يعني هي لا المايك. كنت بقول وحدوا الله يا عباد الله، وحيدوا الكلمة دي اللي كانوا بيسمعوا، كانوا بيستنوني بالساعات عشان يسمعوها. طيب مش حد غيرها. انت انشهرت جدا جدا بمسحرات شبرا، ولكن عايز اطلع من مسحراتي وادخل على الفنان. الاول يمكن انا لفت نظري حاجه، في حد بس مش عايزين نذكر اسماء احتراما للبرنامج واحتراما للقناه وسياسه القناه. طبعا في بعض الفنانين انا عارف ان هم من اللي هم الشباب الصاعده برضك يعني، ومن هم اصحاب نقولوا ايه اللي هم مهرجانات مثلا. مهرجانات. يمكن في حد زميلك كان بيتكلم معاهم فجاب سيرتك فهم شتموك بالزبط. او قالوا ده ايه ابو جلابيه ده؟ صح بالظبط كده. انا شفتك رديت عليهم او انت قلت لهم حاجه، هل انت شتمتهم ولا قلت ايه؟ لا انا هو الكلام جالي ان واحد حبيبي قوي من اسكندريه طبعا، بس بدون ذكر اسمه. لا بدون ذكر اسمه طبعا. انا ما
والحمد لله انا الحمد لله ما بغلطش في حد. معلش احتراما للناس. احتراما للناس يعني. اه لسياسه البرنامج. فهو جه قال لي ده في حد اتكلم عليك وكده وهم كانوا عايزين يعملوا معاك تراك. يمكن 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 الساده المشاهدين متابعين صورتك واحنا بالجلابيه حاليا دلوقتي. فقالوا لي هو بيقول مين كان عايز يعمل تراك مع حد مشهور لسه طالع. فقالوا له طبعا في مسحراتي صوته حلو وبتاع ومنشور على السوشيال ميديا وطبعا في قنوات اتصورت معاه والكلام ده كله. فقال لهم مين ابو جلابيه ده؟ فقال لي عشان انا سمعته قال مين ابو جلابيه فانا قلت لك. انت رديت عليه قلت له ايه بقى؟ انا بقى اقول اسمع بس اسمع انت رديت عليه قلت له ايه؟ طيب الكاميرا وقول لي قلت له ايه؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مش عارفكم سامحوني سامحوني يمكن مش شايفكم اصلي فجأة سمعت عنكم من يومين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين وبقيتوا ايه؟ مش دي الحكاية. اهم حاجة تعرفوا ان انتوا مش فارقين معايا. خدوا لكم فرصة فكروا قبل ما تعالوا تكبروا. لو حتى للسماء هتوصلوا بالنسبة ليا صغيرين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين اللي شتمتم المسحرات بتاعنا؟ انتوا مين؟ والنهارده برضك عايز اقول لك صوتك جميل جدا حبيبي حبيبي. و عايز اقول لك ان انت اهدافك ايه؟ يعني انت المرحله الجايه بتفكر في ايه؟ يعني انت بتفكر مسحراتي بس ولا مسحراتي وفنان ولا ايه اهدافك؟ طموحاتك ايه؟ والله يا ابو طموحاتي بصراحه انا طموحاتي ابقى زي اي فنان واي حد بيتكلم ويطلع على السوشيال ميديا وبيتكلم. بس انا الحمد لله يعني ما كانش في بالي اصلا ان انا اوصل للسوشيال ميديا واجيب ملايين والكلام ده كله. انا كنت محاطي عاديه. انت جبت حاليا ملايين؟ انا كنت محاطي عاديه جدا بس الحمد لله ربنا الحمد لله. انت جايب مشاهدات 3 مليون النهارده وما شاء الله عليك يعني. الحمد لله. فلما جبت الملايين دي كده فرحت. وانا قبل ما اجيب اي حاجه انا قلت يا رب. مين الفنان اللي انت بتحبه او يكون القدوه بتاعك؟ هو انا مسك الاعلى. هو انا ملقب عليا شيبه. ملقب عليا في منطقتي احمد شيبه اسكندراني. انا الحمد لله يعني ملقب عليا بسيد شيبه بس انا قلت له ما. طب ما نسمع حاجه لشيبه. عينيا يلا مايك. دي الاغنيه دي انا شورت بيها اللي جابت 25 مليون مشاهده. نسمعه لاحمد شيبه. نسمعه. وبما ان القلوب سودا وتشغيل الدماغ موضة وسكك الحب مسدودة هعيش وحدي. وبما ان المحبة كلام وظلم الناس ما عادش حرام مدام الصح بقاوها هعيش وحدي. هعيش مع نفسي واتقلم ومش هدع. هعود روحي على روحي ومش هدع. صحيح الوحدة مش جنة لكن غير المعشر رصاص. هصاحب ده اللي في الازاد واسمع وقتي زي سكات وحضعي عن عيون الناس عشان هصاحب ده اللي في الازمات واسمع وقتي زي السكات وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضمير رمان. الله ينور الله ينور حبيبي. شكرا حبيبي. طبعا صوت جميل وشاب جميل متمسك بالقيم والمبادئ متمسك بوالده وبجده متمسك انه يكون مسحراتي. النهارده يمكن الساده المشاهدين احنا قلنا في الاول عايزين احنا اللي منتظرينكم.
احنا اللي عاوزين نسمع رايكم. رايكم النهارده في مدام كوثر اللي بدات بعشر مكانات ست. بدات بعشر مكانات وعملت مشروع النهارده بقى 17 ماكينه ومعاها 30 حد 30 بيت مفتوحين بفضل الله ثم العمل بتاعها. طلبت ايه؟ طلبت مش مساعدات، طلبت ان حد يراعي المشروع بتاعها عشان هي عايزه تكبر عشان تطلع مساعدات. مش عشان هي تفتح بيت، لا هتطلع مساعدات وهتشغل ناس تانية. بس ده طلب، انا مش شايف ده طلب. ده اللي انا عايز فيه رايكم، اللي قلت لكم انا الاسبوع ده مستنيكم، مش انتظرونا، لا انا اللي منتظركم. النهارده برضو عايز بس قبل ما اسمع اخر اغنيه او اخر حاجه للبرنامج وللصحه والجمال هسمعها منك، لكن بقول بس لاهالي الصعيد اسف جدا لوقت البرنامج. ان شاء الله اهالي اسوان قريه الحاجر اليوم عندنا مشكله الصرف الصحي، انا عارف يا جماعه، وان شاء الله لضيق الوقت باذن الله وعدكم الاسبوع الجاي انا اعرضها لكم. عايز بس اقول برضك شكرا لكل رجال الدوله، وشكرا لرجال الامن، وشكرا للمسؤولين اللي تواصلوا معانا ووعدونا ان يحل مشاكلنا. طبعا احنا عندنا قضايا، عندنا فنانين، عندنا رياضيين، عندنا طبعا شكرا للعميد عادل محبوب مأمور اسم كفر دوار، والمقدم احمد المسيري رئيس مباحث اسم كفر دوار، وشكرا لجميع الاطباء الخاصين بالعياده المجانيه، هذكر اثنين والباقي الحلقه الجايه ان شاء الله، دكتور سعد محمد سعد ابو سمره بطنه، والدكتور احمد سليمان اسنان، والدكتور ابراهيم علوي تحاليل. طبعا وقت البرنامج خلص، كان نفسي اسمع حاجه، شكرا لكم.